لكم محاضرة بالثالث. نعم. أخونا بالكفلان اختصاص عيون. احنا اليوم أول محاضرة عندنا الجلوكوما اللي هي أهم محاضرة. أنا بطرحكم ايش اللي هي. نتذكر أنه الهاي بورد هي عبارة عن ثلاث طبقات اللي هي السكليرا والبراهة شو جي. براهة سيلياري بودي، سيلياري يعني فرويد، وبراهة جينا الرتنة. هاي الرتنة هي نيورولوجيكال تيشو. احنا من غير هسه نعرف شنو الجلوكوما. الجلوكوما هو ضغط عين يصعد من يصعد ضغط العين راح يأثر على العصب اللي هو الواير اللي ياخذ يوديها للسيد الدماغ اللي هو منه؟ عفية هاي متابعة من زمان. يوديها للسيد الملاش اللي هو الدماغ ويقول له يلا هاي أنا مش قاعد أشوف. وهذا المقرب اللي قاعد تشوفوه قدامكم أو كيف تبي هاي. Connect the eye and the retinal tissue ويصير neuronal tissue ويوديها للدماغ. فإحنا راح يصير عند الضغط من يزيد عند الضغط بالانتيرير تشامبر اللي هي الانتيرير تشامبر اللي هو منه هو الجزء الاول مال الانتيرير سيجمنت. فعندنا الانتيرير سيجمنت من اللينس لحد الكورنيا بوستيرير سيجمنت منا لحد هنا على نتر مناصر ثالث. قال من يزيد عند الضغط هنا اللي هو الانتيرير سيجمنت الانتيرير تشامبر اللي بين الكورنيا وبين الايريس راح الضغط هذا يضغط على الاوبتيك نيرف ويضغط على كل اجزاء العين من ضمنها الايريس من ضمنها الكورنيا ويسبب لي مشاكل ببساطه. اني من اجي طبيب عيون واحد صار عنده ارتفاع بضغط العين ننطيه دواء ينزل ضغط العين ما صار زين نسوي له عمليه يصير زين قصه الجلوكوما وكل امور. بس احنا لازم نعرف شو وقت اني اتعامل صح ويا الجلوكوما وليش هي قاعد تصير وشنو برايمري انجل وشنو سكندري وشلون شنو كلوز انجل ايش قاعد اسوي؟ حضور حضور ما اخذ ماكو حضور؟ يعني اعتبرها معيبه بحق اخذ. سجلون طول القسم مراحل. اي نعم. فاحنا نريد نعرف انه اني من ينفرز الاكيوس اللي هو يترس الانتيرير تشامبر اللي حكينا عليه. فانا عندي تشو يفرز اللي هو راح يجيبكم بالام سي كيوات اللي تنسالون عليه مين ينفرز الاكيوس اللي الاكيوس اللي هو منه يترس اللي الانتيرير تشامبر مالت الانتيرير سيجمنت. فهذه الاشياء اللي احنا قاعد فيها بالمحاضره انا من اشرح هنا اقول لكم شنو هو المهم. فش يقول لي؟ يقول لي النون بيجمنتد سيلياري ابيثيليوم يروح من خلاله يطلع من هنا يفوت بصف اللينز يطلع يروح للالكتروس. هذه فاهمين انه شنو اكو لينز وشنو اكو انتيرير تشامبر ويطلع الاكيوس اللي يترس لي الجزء الامامي اللي هو الانتيرير تشامبر. مفهومه هاي؟ اكو احد ما فاهمها؟ زين. فأنا من راح يصير عندي سكريشن مال الأكيوس راح يدخل بالأنتيرير تشامبر وراح يكون الطبق متساوي. فأنا عندي إفراز ولازم يصير عندي تصريف اللي هو من خلال وين يصير التصريف؟ من خلال الأنجل اللي هي موجودة بين من؟ بين الأيريس وبين الكورنيا. هذا التصريف إذا صار به خلل أو الإفراز إذا صار به خلل بزيادة إفراز بقلة تصريف راح يصير عنده ضغط عالي. هذه إذا صار الخلل والأنجل مفتوحة بمعنى أنه ماكو اتاشمنت بين الأيريس والكورنية فأنا راح يصير عندي open angle glaucoma اللي هي عندنا إحنا بشعوبنا أكثر شيء. من يصير اتاشمنت ما بين الأيريس والكورنية راح يصير الأنجل closed ويصير كلوز انجل جلوكوما. بس احنا فاهمين انه اني هنا ما عندكم عدد ماسح 20 شربيه؟
هاي هنا من يصير عندي كلوز انجل انه الاكي وصمة راح يفوت مفهوم زين اذا هي الانجل مفتوحه ليش الاكي وصمة يفوت لان انا الاكي وصمة على مود يفوت بالتصريف مالته اكو فد بورز خاصه بالتربيكولار ميش ورك هاي التربيكولار ميش ورك هي عبارة بالضبط بالضبط مثل الاسفنج اللي هي فتحات كبيرة إلى أن تصير فتحات شوية شوية صغيرة. هذه لحد اللحظة ما حد يعرف شلون قاعد تشتغل. يعني إحنا ما مكتشفين لحد الآن مو أني الناس اللي فعلًا تشتغل. إحنا نجي على حاضر نقرأ نشتغل عمليات نطبق نأخذ فلوس مجرد. وش ما نسوي غير؟ الناس اللي قاعد يدرسون التشريح مال العين واللي يشوفون شنو هي. هذه ما حد قاعد يعرف شلون قاعد تنوخذ بها النظام العظيم بحيث انه يبقى الضغط مالتي ستيبل لا تفش العين ولا تنفخ العين ولا يزيد الضغط مالتها بالنورمال. من يصير عندي ابنورماليتي بهذه البورز وهاي الانترفيسيلر ميش ورك راح يصير عندي مشكله ب شنو تصريف الاكيوس. من يصير عندي مشكله بتصريف الاكيوس راح يصعد ضغط العين. من يصعد ضغط العين راح تتأذى كل أنسجة العين وهو أهمها منهم الأوبتيك نير. زين نجي هسه للجلوكوما. أنا إذا تأذى الأوبتيك نير مالك نتيجة سي في أي أوكي أو نتيجة فد برين أنسلت أو نتيجة كونجنيتال أنومالي راح يصير نفس الأذية مال الجلوكوما؟ الجواب أكيد لا. لذلك الجلوكوما صنفت كديزيز واللي هو الامبورتنت ديزيز دي جيت بلايندنس من خلال انه تسوي في الديفكت بالاوبتيك نيرف. هذا الديفكت اللي بالاوبتيك نيرف سبيسيفيك ليش؟ لان هذه الجلوكوما وزياده الضغط قاعد تضغط على الاوبتيك نيرف اللي هو قلنا ياخذ كل النيورون مال الريتنا ويجمعها ويسويها واير ويضغط باير عازل او شو يسمونه بالوايرات يضربه تياب او يضربه فلكسين ويوديه ويطلع من العين يصير بيه ديورامتر وهاي الديورامتر تتغذى بالبلد سبلاي سبيسيفيك بلد سبلاي ويوديها للبرين يم البرين راح يتفرع ويروح اللي مفروض انه هو يعني انتم تعرفون بعد ما ماخذين النيورا او مماخ او ماخذين معهم يتوزع على العصب البصري يم البيتيوتري جلاند ويصير الاوبتيك تراك وغيره. فأني من يصير ضرر بالعصب نتيجة الضغط العالي فهذا العصب مالتي راح يصير عليه ضرر. الترتيب مال اللوس أو السبيسيفيك نيورولوجيكال تشينجز نتيجة الانكريز بالانترا اوكولار بريشر راح يصير شوية شوية من البريفري إلى أن ينتهي المريض بأنه ما يشوف بلاين. بس هذا راح ياخذ البريفري اللي احنا ما نحس به إلى أن يوصل للسنتر اوكي ويفقد النظر فهو سايلنت ستيل اوف فيجن. انت غيره اسمها فاطمه عبد الباقي جنتي فاطمه عمرها 18 سنه انا سادس عجله درس طلع درجه افضل لونج طويله سلم جنتي نحولها على واحد من الولاء مال العلوم من اساتذه في علم وللشرف فحولها علي انه عندها جلوكوما. من فحصنا اني باقي عندي اقل من 5% من الاوبتيك نيرف نوت داي كومبليت كابلنج يسموه كابلنج يعني تقعر يعني كابلنج. احد المره الاساتذه قال لي يعني شنو جلوكوما؟ قلت له لا 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 انا بعد البرايمري او صف اول خمسه طول صف اول طول جديد لا يعني شنو كابلنج؟ كابلنج يعني كذا كذا سبيسيفيك نيورولوجيكال تشينجز من لا كابلنج شنو؟ هو كابلنج سبيسيفيك هيك يصير هيك الفيجوال فيلد اللي راح يصير عندك لا كابلنج يعني الكوب كوب هو كوب يعني هذا اللي يريد يضوجك بنص الروح ويطلعك انه انت ما تعرف ما أنا ما أعرف ما أفتهم شكرا جزيلا. فعرفت الكابل هو كوب. الكوب يعني هذا التقعر اللي يصير مال الكوب بحيث أنه أنا ما عندي تشو اللي يحاول أنه ينقل لي
الامبلس مال الريتنا المن للسيد الملاش اللي هو الدماغ. فهذا التعريف مال الجلوكوما. فانا من اجيبه من ام سي كيو راح نقول سبيسيفيك ديفكت، وراح يسوي لي سبيسيفيك فيجوال ديفكت. بينما انا من يصير عندي مشكله بال السي بي اي او كونجنتال انومالي بالاوبتيك نيرف، لا تشوفه في الديفكت اخر بلد اخر الديسك هو فعلا من البدايه هو ما يشوف زين. فهذه فرق اللي حولوها لحد الان مشكلتنا وياها انه هي تشوف 6-6. فاني ادخل على عين مريضه عمرها 15 سنه تدخل كليه زينه وهي تشوف 6-6، مجرد ما انه يصير عندي اي فلكتويشن بالانترا اوكلر بريشر الاي او بي بيشنت ويجيت بلايندنس. راحت اسبوع يا الله راح تعوفني تروح لاي واحد ورجعت من جديد لازم نسوي لها عمليه، عمليتها يمكن الاسبوع القادم او اللي بعده. نايت مير لاي طبيب عيون من يشتغل الجلوكوما. ليش؟ لان انا كل اللي راح اسويه انه احاول انه اخلي الضغط اللي ما قاعد يدخل بالانجل اللي هي مفتوحه بالاناتومي بس ما مفتوحه بالفانكشن انه اخليها تاخذ الفلويد وما تخليه يضغط على العصب يطلع خارج العين. فلازم اسوي فد بارشيال ثيكنس اوبننج بالسكلير اللي هي الطبقه اللي قلنا لكم عليها بالجزء الامامي حتى الفلويد الزايد يطلع. هذا اذا طلع اكثر بالعين فشت العصب تاذى، لانه من العين تفش ويصير الهايبوتوني يسموها هايبوتوني اوف ذا اي بول راح يصير عند الفلو اوف ذا بلاد قليل، ومن العين الزيد الاي او بي مالتها والفلو راح يضغط هذا الانتراوكلر فجر ويكون اعلى من الضغط مال الاوعيه الدمويه اللي توصل للديسك. بس واحد يقول هو وين ضغط يعني العصب الانتيرا تشمبر للامام ويضغط على الايريس والكورنيه شو دار العصب؟ زين ليش اذا ضغط صار ضغط على العصب انا راح يصير عندي شو اسمه الديفكت وموت بالعصب؟ لانه العصب على مود يظل عايش انه لازم يدخل له بلد. هذا البلد اللي يجي ويا البلد فيزل ويا الديورا متر مال البرين هذا بضغط. هذا الضغط اذا صار الضغط مال الاي بول اكثر من الضغط مال العصب راح يصير عندي بلوكج اوف فلو. فاني هسه اذا اسرع ضغط هنا على ايدي واشدها حيل راح البلد ما يوصل لايدي شويه شويه توقف. النظريه الثانيه تقول لك لا صعود ونزول الضغط واني عندي كريبروفورم، كريبروفورم يعني صفيحه مال عظم مزروبه منخر. هذه راح ساعه العين تتنق وساعه تفش، ساعه تتنق وساعه تفش، ساعه تتنق وساعه تفش. من فايت بيها من المليون و200 الف نيورون، مليون و200 الف نيورون هذه مال الاوبتيك نير. من راح تضل تتحرك بطريقه راح تحكل او تسوي ديفكت او تروماتيك او ميكانيكال ديفكت تو ذا اوبتيك نير والاكزون او النيورون اوف ذا اوبتيك نير ذات ترانسميت الفايبر فروم ذا ريتينا تو ذا برين. هذا المهم اللي اريدكم تعرفوه بالجلوكوما. فاحنا نسوي شيء خارجي على مود الضغط يطلع حتى لا يصير نقصان ولا يصير زياده، لان النقصان راح يسوي لي هايبوتوني والكرويد كلها تتاذى. شلون اشخص الجلوكوما؟ الان يجي مثلا اشخص الجلوكوما ببساطه باهم اشياء اللي هي صوره العصب بالجهاز الاو سي تي اللي راح احكي لكم عليه بالجايات دكتور محمد. بس الاو سي تي هذا انا استخدمه بالريتينا يطلع لي طبقات العصب. فاحنا مسوين نورمال داتا من كل العالم، هذه النورمال داتا نقارنها الثيكنس مالتنا ضمن ويا بالمكان الاخضر اذا الاوبتيك نير صحيح، مو بالمكان الاخضر فاذا انا عندي ديفكت بال فمن يصير موت بالعصب راح يصير الثيكنس مالتي شبي قليل فيطلع بالطبقات مال الاو سي تي شكله قليل او الثيكنس قليل والكيرف مالته مو من ضمن النورمال رينج مال بقيه البوبيوليشن. والاهم من هذا كله هو منه الفيجوال فيلد
الفيجوال فيلد جهاز لازم المريض يكون مرتاح مثل نص طاسه مال اسمنت. شايفين طاسه الاسمنت؟ ما شايفين طاسه الاسمنت؟ شايفين مشتغلين طاسه الاسمنت؟ هذه نص طاسه الاسمنت اللي قد شيء نصف دائره مقعر. اجي انا اخلي راسي بي وتطلع لي اضويه فوق جوا يمنى يسرى بالقانون خاص. طبعا اللي مسوي الفيجوال فيلد حاز على جائزه نوبل لانه هذا سوى قام يطلع الديسيبل او الديسيبل يعني الانتنسيتي اوف ذا لايت اللي تخلي الريتنا تتحسس. هذا الانتنسيتي اوف لايت اللي تخلي الريتنا تتحسس سبيسيفيك. فاني اذا ما تحسست الا اعطيت انتنسيتي عاليه فمعناته عندي ديفكت بالتحسس الهاي الانتنسيتي. من عندي ديفكت بالتحسس الهاي الانتنسيتي معناته انا النيورون مالتي شويه ضعيف او ما يتحسس نهائيا يا دوب عايش. فانا اذا عندي ديفكت بالتحسس مال هذه الانتنسيتي نتيجه ضغط على العصب نفسه واللي كلش هواي تشوفوها يقولوا لك عندكم بابليديما. بابليديما هو انكريز اوف انترا جرانيال الجلوكوما هو انكريز اوف انترا اوكيلار بريشر. هذه البابليديما يصير ضغط على العصب فالاوبتيك نيرف كله راح يصير عليه بريشر فراح يصير عندي من المشكله. عندنا بالفحص مالت اليوم هو شيء اسمه بلايند سبوت اللي هي 15 ديجري عن السنتر مال الفيجن. فانا هسه اذا كل واحد يفحص صاحبه او هو يفحص نفسه هذا التموز الاحمر يحطونه هنا اوكي على اساس هو يعني كل شيء كل الاكيد ومن يجي يجاوب يوصف آآت هواية من يوصف تصرارة. فإحنا مو بس بالأنه حاط القلم الأحمر أو الدبنوز الأحمر هذه حطها هنا ما راح أشوف المكان مال المكان المعدل ما أشوفه اللي هي بلايند سبوت. هاي بلايند سبوت هي مكان دخول العصب بالعين فما تشوف هالمكان. هذا إذا صار لارج فمعناته صار الديسك لارج. الديسك من يصير لارج معناته عندي شيء اسمه ديسك سوالي. ما نقول باب اللي ديما الا نسوي البي. شنو البي؟ شنو البي؟ لمبر بانشر. نسوي لمبر بانشر راح نشوف الضغط مال الدماغ عالي فنقول ديسك سوالي لمبر بانشر ضغط عالي نسميها باب اللي ديما. شلون اشخصها؟ من خلال الفحص ومن خلال الفيجوال فيلد فراح نشوف البلايند سبوت وهناك مقطوعة عودة ماسة. هذه البلايند سبوت مالتي هذه اللي هي البلايند سبوت. هاي البلايند سبوت طبيعية للإنسان الطبيعي من تكبر معناته عندي ديفكت مال البابليديما اللي هي انكريز بالبلايند سبوت سايز بالفيجوال فيلد. بينما بالجلوكوما لا هي طبيعيه بس يبدي الديفكت من فوق من جوا من التمبرال الى النيزل الى ان يوصل للسنتر ونقول عليه سبليتر فيكسيشن يعني الفيكسيشن مالتنا صار فيه خلل. هذا النورمال هذا اللي صار عند القطاع العصبي الكابويك. اذا هسه احنا نسمي التشينجز مال الجلوكوما هي شنو؟ ديجنريشن داينج اوف نيورونال تيشو ديو تو بريشر او ديو تو هذا البريشر راح يسوي لي مشكله ضغط على البلد سبلاي والبلد سبلاي يسوي لي ديكريز بلد سبلاي راح يسوي لي موت بالعصب. او النظريه الثانيه انه الحركه مال الكربروفور وهذه راح تسوي ميكانيكال ديفكت ميكانيكال افكت على النيرف والنيورونال فايبر مال النيرف. بس تشوف هنا هذا طبيعية هذا بدأ يصير عندي ديفكت الى ان وصل مرحلة هنا عندي كل شيء بدأ يتأذى جدا الزير. انا من اسوي عملية او طيب قطرة ونزل الضغط كان الضغط 30 هو طبيعي من 11 الى 21 22 وكان 30 وصار 20. هذا برأي الدكتور راح يرجع
الديفكت اللي صار في النيرف لو ما رجع، يعني انت عنده ضغط عالي صار عندي ديفكت في النيرف، نزلت الضغط هذا الديفكت راح يرجع لو ما رجع. لا مو نشوف، انا قاعد اسال السؤال العادي انه انا قاعد اقول للجلوكوما قلت انه يرتفع الضغط، من ارتفع الضغط صار عندي موت بالعصب، تمام؟ من صار موت بالعصب هذا اذا انا نزلت الضغط شو راح يصير؟ راح العصب بعد ما يموت يوري مات راح يرجع يحيى من جديد، ما يموت بعد بس هل اللي مات يتحسن؟ يتأثر؟ لا. احنا الجلوكوما للاسف للاسف انه اني من راح اعدل البريشر مالتي اوكي ما راح يصير عندي التحسن بالفيجوال فيلد، انا مجرد راح امنع زياده الحاله، فالحاله راح يفيدني الفيجوال فيلد مش راح يفيدني التشخيص. وبعد طيب انا سويت جبريل نيمته سويت العمليه صار الضغط مالتي زين بيت قطعات ما سويت عملية بيت قطعات صار الضغط مالته زين وكان عنده الفيجوال فيلد مالته فلان ديفكت فلان سواده فوق فلان سواده جوا هي شخصت اعيد الفيجوال فيلد دائما ليش؟ شلون اعرف؟ اتوقع نفسي يعني فاضي اذا زاد البروجكت اوكي انا ما ضل عندي الفيجوال فيلد ضل نفس الديفكت ما زاد اذا انا اقول زين لا والله زعل اذا اني اموري مو زين. لذلك اذا ابو المصنع مال الادويه ما عبى القطره زين واذا العدو اللدود الالي دائما الصيدلاني اللي انا اكثر ماله انه هو ياخذ الكوم ويربح اكثر من الادويه انا تعبان وقاعد حاضر ما اخذ زين القطره زين اوكي شايفينكم صيدليه عقل سبلت مفتوح زين على الادويه مالته اوكي فيظل القطره بها دفع او اللي اريدكم تنشرون من ثقافه القطرات قطرات الجلوكوما تخزن بدرجه الحراره اللي هي مال الثلاجه من هي لوكت اللي هذه واي حتى من زملائي بيعرفوها اللي انا هم كنت ما اعرف الى ان بعدين اظليت ادقق الى ان اعرف وهي معلومه جدا بايخه ومكتوبه اهل قدها بنص كل قطره من هي لوكت صور مهر ما مفتوحة نخزنها وين؟ بالثلاجة من تنفتح تنخزن بدرجة حرارة الغرفة من تنفتح تنخزن بدرجة حرارة الغرفة فأريد دائما من يسدوكم الجدية أو الخالة عيني انت الطبية تفتجن رح تلفنا رح تلفنا تحكي لك كون والاسماء ما صار زين عندها يا حالي 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 يا انت راح تقول لك شلون راح تقولها يا بابا يا بيبي يا خاوي يا عمه عشان تطلع تفتهم قدامك ولا شوفي طلع القطره مكتوب عليها من هي صغ مهر لوكت تنحط باثنين الى ثمانية من هي تنفتح تتخلى جوعه حراره الضوء. لذلك انا من يصير عندي انت قطرات انا اريد جست احافظ عن يمن على اللي موجود من عندي مو اريد احسن اوكي وإن كان هذا اللي متفق عليه والمكتوب وإن كان ولحد الآن سربايز من عندنا كم كيس لا جيت أوه شلون حقيقة ما يعني نسوي لها أنا أو واحد من كل أساتذتي اللي بالكوما اللي علمونا أشتغل بالكوما شلون تحسن المريض ما يعني كل من ورأيه بس هو أتوقع أنه يعني هو كان الديفكت بالآن بتقديري كان اكو ديفكت بس هذا مو راي علمي قطعي كان اكو ديفكت على كل التيشو مال الاي فالمريض خايف ضايج راح يصير عنده عمليه راح يصير بلايند عنده مي اسود ما مرتاح من سوى العمليه وشاف زين وما صار عنده مشكله والامور مالته استقرت وسايكولوجيكال بارك مالته زين فراح يصير الكومبلين مالته ويا الجهه ويا الفحص لان هذا الفحص سبجكتيف مو اوبجكتيف الفحص الفحوصات مال العيون مشكلتنا بيها هي مو سي تي واشعه واخذ صوره واشخص هي مو احط ايدي على الابدون واسوي بالبيشن او بيركشن واشوف فحوصات كل عين بالنسبه 90% هي تحتاج الكومبلين اوبجكتيف تسمى سبجكتيف
سبجكتيف انفستيجيشن مو اوبجكتيف تمام. فممكن يسوون افضل بالاضافه للتشو مال الاي راح يصير زين. مثل ما قلت لكم عندنا اوبن انجل وكلوز انجل. نجي للاوبن انجل. السؤال التقليدي مالتي اللي دائما راح يسالون عليه وكل سنه ينعاد. اي نعم كل سنه ينعاد. اني مريض عند قلنا كلوز انجل فاميه اوبن انجل. هذه البوز اللي هي ما قاعد تدخل. ليش ما قاعد تدخل؟ ليش ما تحاول تنظم الضغط؟ ما ليش ما يعني فيها خلل. من الأشياء اللي تسوي خلل بال هاي بوز مال الأنجل شنو؟ اللي هو الدامج الكبير اللي هو الكورتيكوستيرويد. الاستيرويد كل مشاكل الدنيا يسويها وكل حلول الدنيا هو يسويها. شايفين عادل إمام من يتعلق يقول أخوه بالسعودية من كأس العالم أنا سويه. فلان شيء أنا سويه. الاستيرويد شو تقول فيها؟ لأن الاستيرويد شو يسوي بال دي ان اي والجينيتيك بارت يسوي ريفرسال ولا ريفرسال اوبشن. الاستيرويد هو الدواء الوحيد بالان مو الدواء الوحيد من اكثر الادويه اللي يسوي ريفرسال تشينجز بكل الاشياء اللي تخصنا من ناخذها. فانت اذا اخذت استيرويد يا عزيز وانت عمرك 20 راح يبقى الايفكت اوف ذيس استيرويد ايفن انهيلر ايفن دروب even injection كله راح يبقى طول العمر موجود ملوح. لذلك الاستيرويد يجيني غير سؤال تقليدي اسماتيك. هذا المريض الاسماتيك صار عنده ديكريز بالبريفرال فيجن. شنو التشخيص؟ يقول لي لوكوم او ديفكت ان الاوبتيك نيرف موستلي دو تو لوكوم. ليش اقول اوبتيك نيرف دو تو جلوكوما؟ لانه ممكن الاستيرويد بحد ذاته من يسوي لي كوشينويد وممكن يسوي لي ديكريز بالانتراكرينيال بريشر. والانتراكرينيال بريشر من يزيد نتيجه الفلويد الكولكشن اللي يصير بالبرين مما راح ياثر على الاوبتيك نيرف. فممكن يسوي لك بايليزيما وممكن يسوي لك جلوكوما. من اقول لك واحد عنده اسماتيك هذا المريض الاسماتيك واجاني عنده بليرنج اوف فيجن جلير هذا او يصير عنده الديكريز فيجوال اكيوتي مالته خصوصا ان ذا سنتر ما يصير تقول لي جلوكوما لان الجلوكوما تاثر على البريفري نوت اون ذا سنتر. فتقول لي هذا صار عنده كاتارات لانه الاوبتيك ياثر على اليمن. صديقي دائما يكتب عنده ذكر ياثر على اليمن الكورتيكوستيرويد ياثر على اللينس. هاي اللينس من الصيح اوبيت يسموها كتراك. هاي الكتراك من الصيح وقوة ما يتود الرتنة الان ما تستلم قوة ما تستلم قوة تودي لي ما تودي لي صورة للأوبتيك نيرف. من ما توصل صورة للأوبتيك نيرف المريض ما يشوف. من اللي يشوف؟ من العضل منه العضل بالجسم المسؤول عن النظر او اللي يشوف؟ الرتنة بعد برين بعد النوز ما له دخل اكيد. من اللي يشوف؟ اللي يشوف البرين. رتنا هي عباره عن رسيفر اخذ الصوره وداها للسيد منها قالت ملاش وحده هنا قالت ملاش اوكي للسيد الدماغ. السيد الدماغ هو اللي يشوف. العين مشو العين مشو العين ناقل للصوت للضوء. هاي العين تاخذ صوره اخذ طب الضوء من الكورنيه للبيوبول لللينس من اللينس طب للايريس العفو للفيتريوس للفيتريوس راح للرتنا. الرتنا جمعته حولته من ضوء الى كهرباء من خلال تفاعل كيميائي. من كهرباء راح للاوبتيك نيرف من الاوبتيك نيرف راح للدماغ. الدماغ فسره زين زين. اذا انا عندي كلوز انجل هذه الكلوز انجل اللي راح تخيلوها لو ذيك الاوبن انجل جزء مالت البورز اللي موجوده بالترابيكولار ميش ورك قاعد ما تاخذ بشكل صحيح وما قاعد تمشي صح. بس الكلوز انجل انا عندي 360 درجه العين دائريه. فانا عندي انجل 360 درجه اللي هي الكورنيا قاعده وجاي الايريس هنا وجاي الايريس هنا وكل مكان. فانا من ينسد ربع
نص ال 360 180 90 ديجري راح يبقى عندي مكانات تدخل منه اكيوس. هذه المكانات اللي دخل اكيوس تحافظ على الضغط وتمشي الحال. من كل هالسيل كلوزد من اغلبها سيل كلوزد راح يصير صدد انكريز بالانتر اوكيلا بشر. هذا الصدد انكريز راح يضغط على الايريس يسوي ايريس اكو، راح يضغط على الكورنيا من الداخل راح يسوي بوش للفلويد للكورنيا، والكورنيا راح يصير بيها فلويد، ومن يصير بالكورنيا فلويد راح يصير بينفول ويصير عنده جلير، يصير عنده ابنورمال فيجن. لذلك من تقول لي اقول لك سنترال بينفول وديكريز فيجن اوف ذا سنتر مو مثل ما بينلس وديكريز فيجن اوف ذا سنتر. ليش؟ لانه ديكريز فيجن اوف ذا سنتر ديو تو بين واكيوت اتاك ماكو غير انه يسويها الجلوكوما، لانه البينفول الاخر اللي يسوي بين بالاي هي اليوفيتس، هي الانفلاميشن اوف ذا ايريس. فكل ما يتقلص وينبسط راح يصير عندي مشكله بيه، تمام؟ فاني صار عندي شيء اسمه اميرجنسي اللي هي اكيوت انجل كلوجر جلوكوما اللي كل سنه تيجي سؤال عليها. اوكي؟ فانت من قاعد بالطوارئ ويجيك واحد يصيح اخ عيني، اوكي، لازم تعرف انت كطبيب وهذا شغلك، مو شغلك من عندك تتخرج وبتيتر، شغلك من انت ممكن اقدم من زميلك طوارئ او عياده خارجيه، من يجي واحد ويقول سيفير بين او هيديك، يا عزيزي يا وليدي انتبه لشيء اسمه عيون، انتبه لشيء اسمه اي ان تي، مو راسا اقول برين تيومر، مو راسا اقول انكريز انتاكان البرجر، مو راسا اقول كلاستر هديك. اضرب ضوء على العين، بالعين اوكلر نيرف، ثيرد نيرف النفس، الاوبتيك نيرف النفس، يوف العين ولا لا، استلم ضوء ولا لا، الثيرد نيرف النفس، السيك نيرف النفس، الفورس نيرف النفس، تمام؟ السبن الفيشال نيرف النفس، خمسه الى ست اعصاب ينفحصن. اللي تراجمنا للفحص لأن السيليا الكورنيال سنسيشن. فأني من أجي الفايف كرانيال نيرف ما أفحصها والمهم عنده هديك وأنا أقدر أشوفها بس من خلال العين، فمو شغلة بالعيون بس، لا شغلك أنت شغلك. أوكي، مثل ما حاجي لكم إياها، قاعد بأحد الأيام بالصيف أستوى نازل لوبيا معهون لوبيا صفه معهون طماطم محموس زين، قاعد اكل جاي من العياده هاني اشتغل زين ذاك اليوم فرحان استوي بعد بدايتي طالع نسي يبغى يوصل مثل ما كان مشان اساسيكا. ها قال لي والله عندي مريض مدخلين صار له يومين مننجايتس وقاعدين نعطيه تريتمنت اوف مننجايتس. أنا كل سنة أحكي لأنه عيب الله عيب، فقاعد نطيب التريتمنت مال مننجايتس تحت عينه هذا الشعور تغير جيت عنده أبنورمال جلوكوما، والمريض ما يقدر يباوع للضوء وهم مشخصين مننجايتس لأن ايش عنده فوتوبسي أو فوتوفوبيا ولازمين لك الفانكوايسين على السفتر ياكزون على الدنيا كلها قاضية. إيه وهسه شنو المطلوب يعني جايك اسم شخصية عنا ما تقولون قتل أو تقولين تقولون كذي لا شبيه مثل تقول شبيه عمره 11 سنة ويجي شيء يعني كذا تسحب من برا عادي ليش اللي عملته؟ لأن إحنا ويا الأطفال لازم نفحص إنه الأوبتيك نيرف زين. من أقول الأوبتيك نيرف زين معناته ماكو إنكريز بالإنتراكينال بروجكت ويسحبون ما راح يصير غير 100% من البرين، تعرفوا هاي لو لا؟ احنا بالأطفال شلون نشخص المننجايتس؟ ياخذون ألبي يسوون لمبر بنكشر ياخذون سي اس اف يحللون. هذه اللمبر بنكشر من أزغف الفيرتبرال كولون من المكان مال الألفا وذني وآخذ عينة مال فلويد راح يصير ديكريز بالضغط مالتي وراح ينزل البرين وين يطب؟ ببداية ال فيرتبرال كولون، تمام؟ من يصير يسموه ما يسمى الهيرنيشن. اول جزء ينزل ويصير بيه ديفكت هو الريسبيراتوري سنتر. راس المريض اختنق يموت. يموت ما لحق له. فعلى مود يسوي الالب
بشكل امين وهي حركه امينه ومانديتري تسويها دائما. على مود تسويها لازم ابو العيون يجي يفحص يشوف الاوبتيك نيرف نورمال، يجي ابو الاطفال يسحب يقول الاوبتيك نيرف مو نورمال، ابو الاطفال يروح يدز النيورو ايمجينج يخدر المريض، المريض يصير خدران، يجي ابو الراديولوجي يشوف البرين. راح تقول لا خلي اخو احنا ليش هيك نعرض المريض قبل دخل الراديولوجي؟ يا عزيزي الاشعاع اللي يجي من السي تي بالنسبه للطفل قاتل اكثر مما انه اني افحص بقوه واشوف الاوبتيك نير ويجي يسحب ويحلله، والافكت مال التحليل افضل من النيورو ايمجينج. اوكي، لان اقدر اعرف انه اني عندي انفكشن فايرال او بكتيريال واخذ العلاج المناسب، فلذلك الفحص هو الافضل. فاجيت قلت له اوكي حول لي يعني، قال لي هسه راح احول لك اياها يعني، قلت له حول اياها باسعاف، عرفت اللوبيا وعرفت الطمع عرفت كل شيء. رحت اول مطب المريض، اول مطب اوكي عرفت هذا شنو تشخيص، مو لانه انا عبقري ولا لانه انا افتي، هو واضح هو اي بي سي الطب انت تطبق تمشي الرياضيات يعني. هو لانه من طب الطفل اول ما قعد قلت له الامه وين نظاراته؟ الامه فتحت الجنطه طلعت النظارات وطبقنا. شلون عرفت وين نظاراته؟ طفل طويل اصابع اطوال رقبته طويله سلم اوكي مبين بالضبط مال مارفان. هذا مارفان، المارفان ايش بيه؟ السيد المارفان يصير عندهم dislocated of the lens، هاي dislocation of the lens طلعت ضغطت على الايرس، الايرس ضغط على الانجل صار acute increase بالانتراوكيلر بوجر، من صار increase بالانتراوكيلر بوجر صار pain، pain سواني نوزيا، النوزيا سوت لي palpitation، الانكريز انتراوكيلر بوجر سوالي فوتوفوبيا، المريض الشخص مننجايتس اخذ دواء الدنيا كلها مال المننجايتس، الكدني قامت تصيح دخيلكم هاي شنو هالادويه الكوما. فهي بس لو احنا نفحص الاي اللي هي دخل بها 5 كرانيال نير كان كل هذا ما صار. المريض مجرد اعطيناه مانيتول بسيط صار زين، بعدين نسوي له سيرجن اللي تخصنا احنا ناخذ عليه كومنت. هذول الصينيين واليابانيين عيونهم كبار اوكي، فدائما يصير عندهم مايوبيا ودائما عندهم اوبن انجل جلوكوما، وعندهم همين كلوز انجل جلوكوما لانه شلو انتيرا تشامبر. فالشلو انتيرا تشامبر من يجيك واحد وقاعد يشتغل بالعراق وهو شوفه صيني او قوقازي من دول اللي بتركيا هم قوقازيين، راسا اشيك الانترا اوكيلر باجر لان دول كلش ليابل انه يكون عندهم، وكلش هو اكو حالتين ثلاثه جتي حتى المستشفيات الحكوميه. زين اللينس شلون يسوي الجلوكوما؟ اللينس يسوي الجلوكوما من خلال يا اما هي ميكانيكال تكبر وتصير كاتراكت، الكاتراكت هو اوباسيتي اوف ذا لينس بس يزيد حجمها، او انه تطلع اللين البارتكلز مالتها وهاي البارتكلز تروح بهاي البورز تبقى الانجل مفتوحه بس البورز مسدوده، او انه تتحرك وتضغط على جزء من الانجل فتخلي الضغط مالتنا يرتفع، فيسموها فاكوليتيك او فاكومورفيك او بلوبلر بلوك لما يصير عندي ديسلوكيشن مثل هذا اللي سولفت لكم عليه ابو المارفان. هذن الانجلات اللي انا يعني مجرد اذا باكر عقبه واحد يرجع يعرف شنو انجل راح يقدر يرجع المكان الاخر. طفل كونجنتال جلوكوما، كونجنتال جلوكوما موضوع جدا مهم. ليش؟ لانه كل شيء هوايه العمايه والبيبيه اللي تعتبرك انت انه تفتهم وقاعد تشوف وتفعل تفتهم راح يصير يقول لك تعال هذا ابن اختك او من جيرانكم عيونه تدمع. انت طبعا راسا راح تقول اول شغله مطوح عينه تدمع فهذا ممكن انفكشن، ممكن الرجي، ممكن فورن بودي اللي يودون بالشاير تقلب الجفن مالته وشيله فيها تضربت لي الفنجر مالتها اللي الله يعلم وين كان تضربت لي كل الاورجانيزم اللي بالعين تضربت الفنجر على بكتيريا على طاير. اني من انجي يقولون الطفل
ديسشارج او بروتوكول او عند الكوبين لازم ينفحص. هذا ما عنده هيستوري، ما عنده شيء يحكي ويسولف. احنا الموست كومن كوز مال الدم مال ايبي فور اللي هو نيزو لاكرمال داكت اوبستركشن. فالنيزو لاكرمال داكت اوبستركشن اللاكرمال بلاندي مال تفرز بالتصريف مالتها من الخشم يدخل يروح بالنيزو لاكرمال داكت. هذا واضح. هذا اللاكرمال جلاند اللي موجود هنا فرزت وما المسدود المجرى الدمام فراح يتجمع الدم يقوم المريض يسوي ذلك. هاي الإنفار ما سووا فوتوبسي، ما سووا فوتوكوبي، حطوا هو على المريض ما عنده مجرد عين الدم. فإذا العين الدم ويا فوتوكوبي هذا جلوكوم، إذا العين الدم ما وياها فوتوكوبي وياها ريدنس وياها ديسشارج وياها كراستيشن مال الليد، هذا انفكشن والانفكشن سدلي النيزو لاكرمال داكت. تمام. فاني اذا عندي لاكرميشن و بين جلوكوم، عندي لاكرميشن وذاوت بين او وذاوت فوتوفوبيا، ممكن يصير عندي انفكشن بالنيزو لاكرمال سيست او باللاكرمال سيست فبدون فوتوفوبيا، فهذه اذر كوز غير الجلوكوم. من ابوه عن العين هذه ليش هيك صارت؟ هذه صارت هيك لانه الضغط اللي موجود بالانتيرير تشامبر مثل ما موت لي العصب، اوكي؟ مثل ما موت لي الكورنيا اللي موجوده، الكورنيا اللي اذا تتذكرون شلون تتغذى؟ الكورنيا ما بيها بلاد فيزل، تتغذى من مكانين، من الاتموسفير اكسجين اللي برا، ومن الاكيوس اللي موجود بالانتيرير تشامبر اللي قلنا الانتيرير تشامبر اللي هو بين ايرس والكورني. فهذا اذا زاد راح يضغط على اليمن على الاندوثيليوم مال الكورنيا، من ينضغط عليه راح يموت هذا الاندوثيليوم بشكل عالي، من يموت ما يقدر يسحب الفلويد اللي موجود بالكورنيا، الكورنيا تنفخ يدخل بيها فلويد تصير اوبيك، اوكي، او تبدا تتشقق مو تتشقق هيك مثلنا، لا، الطبقات مالتها يصير بيها تيرز فيدخل يصير ما يسموه الهاب ستراي. هاي معلومه ما راح تنسون عليها، بس مجرد انه الهاب ستراي، مجرد انه الكونجنتال جلوكوما ابيفورا فوتوفوبيا بين وكورنيال اوباسيتي تصير. التريتمنت مال الجلوكوما ببساطه الادويه اللي راح نستخدمها اللي راح تنسون عليها بالام سي كيو اكيد هذا الدواء يزيد الفلو لو يقلل البرودكشن. كل دواء مبدأ ما راح تنسأل عليه يزيد الفلو لو يقلل البرودكشن. هذا فيما يخص الامتحان وهو آخر حملة كلكم راح تجاوبون كلكم راح تطلعون زين. أحد لكم في السنين السابقة كان أحد طلع مو زين، أحد لكم ما زال ضعف لكم غير لكم لا سبب ما أنا نجيب كل السنة مو أنا اللي أريدكم تعرفوه أنتم كأطباء باشر عقب راح تقولون بالطوارئ، مو يجيك مريض وأنت شخصته وصرت سبع وهذا جلوكوما أنا قاعد أشوفه عنده لابس نظارة زائد أربعة، والنظارة زائد راح أفهمكم عليها بالسيشنال، وهذا مبين هذا هايبرميتوبيا وبما أنه هايبرميتوبيا وأحط رفلت مبين عنده كتراك وهاي الكتراك تخطط على العين والعين ما أنتها صعب رفلت نزيته على رجل التوبيل الظهور لابس البرمادة وكتب الفضل وأنا نزيته للآي أو بي والآي أو بي طلع 30-35 رأسا نطعته تيمولون ونطعته كمان دوزة نماهين ونطعته حبايتين داير ووكس ونعيد بحد وزن إلا وين؟ للنجم يقول لك شنو كنا موت؟ الجلوكوما والضغط العالي والصعود والتوتر يا عزيزي انت من تطدوا من شخص، انت كطبيب مو بس شخص، انت كطبيب شخص وتعرف تطع علاج محمد لا زين ما هو فانت من الشخص تعرف تطع علاج، من تطع علاج
اسال المريض اذا فيني انا اقول انت حامل لا مو 50 سنه وانت سالح لانه ممكن هذا كيراتوجينيك. من انطي الدواء اسال المريض انت اسماتك وانطيه تيمولول وخلي المريض انها كلها ياخذ بيتا بلوكر وهو اسماتك يعني عمي خليك ما تعرف الشخص جلوكوما افضل قول ما اعرف احسن. مريض عنده رينال فيلا او عنده رينال ديزيز وانطيه اني دايموكس تعرفون دايموكس او تعرفون دايموكس الاستازولامايد تعرفون الاستازولامايد لا كربون انهايدريز انهبيتر لهنا انا بعد ما شلون افهم لكم اياه اكو شيء احنا عندنا ينزل الضغط اللي هو الكربون انهايدريز انهبيتر اللي هو يسوي لي عندي اكثر سايد افكت يسوي باراستيزيا ويسوي جي اي تي ابسيل ويسوي هواي اشياء. فهذا المريض ما يصير نعطيه دايموكس الا يكون الرينال فانكشن مالته ويل زين. مريض هذا الامرجنسي ابو محمد اي عمي جيب لنا مانيتول اي عمي حط له الفلويد مشان المانيتول. هل المانيتول ياثر على الدي ام على البلود شوجر لو ما ياثر؟ من يقول ياثر ومن يقول ما ياثر؟ الكل ساكتين جايين هنا صخب جايين قاعدينكم الصبح قوه. المانيتول اللي هو ما ياثر على اللي عنده سكر. المانيتول ما له اي علاقه بارتفاع او انخفاض سكر الدم. المانيتول فقط ينزل الضغط من خلال الاوزموتيك بريشر ومن خلال الاوزموتيك افكت. بس مو مريض رجله قاعد لابس نظاراته وجلوكوما وقصة الضغط مالته لقيته 40 وتعطي مانيتول بدون ما تستبعد الهارت فيلر. هذا فلويد حطيته 500 سي سي خلال نص ساعة أو 350 سي سي خلال نص ساعة واللي أكيد راح تنسألون على الدوز أوف مانيتول إن كان بالسي سي بير كيلو أو بالمليغرام بير كيلو 100%. فأني من أنطي مانيتول واحد هارت فيلر نزل الضغط العين رفعت ضغط الجسم رفعت اللود على الهارت صار عنده فولمونري إديما اختنق المريض نروح لكم أنا وياكم نروح إن شاء الله بالثالث نضرب العشر. فيا عزيزي من تنطي التريتمنت لا يغرك انت وصلت للتشخيص. تذكر انت you are the king of the hospital انت المسؤول الوحيد وانت تتحمل المسؤولية الوحيدة. فكل الأدوية والأنتي جلوكوما اللي ناخذها هي شلون تشتغل وممكن عندنا السيرجيكال والليزر أذن السيرجيكال والليزر جاست انه تعرفوها هذه شغلته ما اريدكم تعرفوها مو لانه ما اريد نتعبكم بالقرايه لا بالعكس علوا تعرفوها وتنسالون بس ما اريدكم تعرفوها على مود احنا نظل الوحيدين نشتغلها واحنا نحصل فلوس منها. ف الليزر ببساطه انه يضغط يسوي فد ريستريكشن او ديفكت يسويه بالانجل وهاي الانجل من يصير بيها بيرن او من يصير بيها فد تشينج بالاناتومي مالتها راح تسحب فلويد اكثر. هذا فيما يخص الليزر. او الليزر يجي يضرب السيلياري بودي يا اما يموته اوكي ويخليه بعد ما يفرز هاي استخدمه للبلايند بينفول اي او بلايند بينفول اي او استخدمه بدوز اقل على مود السيلياري مصل سيلياري بودي العفو اللي هو بيجمنتد او نون بيجمنتد يفرز راح الدكتور يقول له ليه هو اللي يفرز الاكيوز راح الكفاءه مالته تقل ما يفرز هوايه سيلياري السيلياري بودي العفو ما يفرز هواية اكيوس فلويد ضغط العين يقل. فيا اما استخدمه لزيادة التصريف او لتقليل البرودكشن. اما السيرجري فاحنا نسوي فتحات معينة هاي الفتحات تحافظ على خروج الاكيوس حتى لا يضغط على العصب ويموته او نخلي ما يسمى بالفالف او الصمام واحد من اشهرهن هو احمد جلوكوما فالف. هذا احمد جلوكوما فالف طبيب عيون يعتبر ناجح سوى الاحمد جلوكوما فالف خلى انه هو تيوب يدخل بنص الانتيريور تشامبر ويطلع لي برا يم الكونجكتايف او السكليرا يصعد لي فوق ويا بالتمبرال بارت مال الاي بول نخيطه ندخل التيوب هذا التيوب يطلع الفلويد. من اغنياء اطباء العيون للعالم كل كيس تنباع كل فالف ينباع
هو إلى نسبة بي، هو وعائلته وهسه أحفاده هم من أغنى الأغنياء. ما يجي غير بروز عايز، تعرف بروز عايز؟ أنا خلصت. من اللي عنده سؤال؟ من اللي عنده سؤال؟ زين أنا أسأل. شفت ليه تعالى ما؟ زين. أنا سألت شخص شوية وما جاوبت. أنا اللي يقعدون بروحهم قال يأخذون بيوت وكل كل شيء عشان ما هاي. فإذا ما جاوبت راح يجاوب. إحنا قلنا الاستيغاي يصعب. تمام؟ هذا الاستيغاي يصعب ضغط العين. ممكن يستخدم بالعلاج مال الجلوكوما. أي سؤال يقول كبير ممكن بالإيدي. فهو الاستيغاي ممكن يستخدم بعلاج الجلوكوما. رأيك ليش نقدر نحتاج نستخدم الاستيغاي بعلاج الجلوكوما؟ في غير شيء سوي. سنفكر الآن وأعلم بشكل مو خلط أنه وضع فيه. لأن تتخيلني أنا جنت عام. أنا جنت كل شيء وانت. ولحد الآن أحاول أطور نفسي. أنا عندي ستيرويد. ما يصير منطقي لأنه راح يسوي لي ديفكت بالأناتومي مال الفابيكولار نتورك وما يطلع له فقط زايد. هذا الستيرويد شلون أستخدمه في علاج الجلوكوما؟ ستيرويد شو يسوي؟ داسين فارما. تمام؟ شو يسوي الستيرويد؟ يخلل الرياكشن. تمام؟ انت انفلاماتوري. اي ستيرويد يخلل الرياكشن. انت انفلاماتوري. فهذا الانتي انفلاماتوري الستيرويد مش وقت اني يفيدني بعلاج الجلوكوما. من الجلوكوما تصير ديوتو كل انفلاميشن يفيد الستيرويد. من الجلوكوما تسوي لي مشكله وبين عند المريض. هذا البين مش معناه في البين انفلاماتوري ريكشن. مو انا من عندي اكيوت انكل كلوجر جلوكوما ويجي المريض يصيح وانت 7 و6 مطارد وطلع عالي وخربت العيون مش خربت فدان. هذا البين سببه شنو؟ انفلاميشن. انفلاماتوري ريكشن اهم علامه من علامات اي انفلاميشن شنو؟ وبين loss of consciousness مو loss of function مو هاد نسوا ذا السؤال. زين عن الاستيرويد مرات وأوقات يفيدني في the treatment of emergency of acute infection to come استخدم ال short time و the dose معين. هذا فقط عن الممرض، عن على كل حقد الصيادلة، عن غيرنا. أوكي واضحة؟ لا. ما عندك واحد عنده سؤال؟ حتى عنده سؤال لا يسأل. نطلع ندخن 5 دقائق ونرجع نحكي على موضوع جدا مخرج اللي هو القرار. هذا فات جيد يعني بالبداية كان جيد بالبداية كان جيد بعدين شوي نزل دكتور.